ادي اول حاجه في الخطه. خش بقى على كابتن ابانا الذي في المباحث المدرب العام لمنتخب الاعلام المصري، قال لهم اهجموا على الاعلام المعادي والاخوان كده مع بعض. هنشوف اول واحد نفذ الخطه كان احمد موسى. اتفرج، حاولت بقدر الامكان اي اسئله هنا او هنا وكل اللي دار على مدار اليومين اللي فاتوا دول والرغي الكتير والناس اللي عارفه والناس اللي مش عارفه والاعلام المعادي والاعلام المش معادي وناس بيطلعوا بيتكلموا ما بيقروش القانون ولا حتى يعني قروا، يعني لازم تقرا القانون على الاقل، لازم على الاقل تعرف المواد بتاعته ايه، والقانون ده بيتكلم على القناه ولا بيتكلم على الصندوق ولا بيخاطب مين ولا لما يقول انشاء او بيع هل البيع قناه ولا شيء، يعني بيبقى عجب العجاب بتشوف بعض والله ناس لا مش عارفة الفرق ما بين هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية قناة السويس. نخش بقى في الإخوان. مش بس كده، أحمد موسى والبازفندي سقط اعدادية ويوسف الحسيني وسيد علي بدأوا بالخطة الأولانية. شوط الأول نهجم على لو الإخوان كانوا موجودين. سكريبت واحد، نسمع كده الهجوم مبارح على الإخوان. اسمع. فاكرين حضراتكم في 2012، لازم تفتكروا كويس قوي، القائد العام وزير الدفاع الفريق اولى عبد الفتاح السيسي لما محمد مرسي عيسى العياط طلع قال انه قناه الارض ارض سيناء ونسيب بقى الناس وطلع قانون اللي هو ايه، هو ده بقى الموضوع، هو بقى لو عايز يتكلم بقى على البيع هو ده البيع. وقتها كانوا عملوا كده الاخوان وقت حكم مرسي، بس مين تصدر؟ احنا؟ لا، وزير الدفاع طلع في 2012 طلع قانون، وزير الدفاع اللي طلع قانون ارض سيناء كل سيناء من اول رفح لحد شرم الشيخ جميع اراضي سيناء لا بيع ولا شراء ولا تملك ولا 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 الا مصري اب جد 10 جدود مصريين. فاكر وقت الاخوان كانوا عايزين يعملوا ايه؟ انا علي يا جماعه عايز اعرف الكائن ده بجد اصله ايه؟ يا بجد يا جماعه الراجل ده لازم يروح ناسا يخضع لتشريح ويدخل معمل. بيقول للبني ادمين اللي بيكلمهم الرئيس مرسي اصدر قرار ببيع سيناء، اللي هو ايه القرار؟ مفيش. وبعدين مش مهم، مش مهم، لكن الجامده قوي بقى قال لك وزير الدفاع اصدر قانون. ما حدش قال له روح غير البوكسر يا ابني، لانه البوكسر بقى وحش قوي. هو هل يجوز ان وزير يصدر قانون؟ قانون انت عبيط ياد ولا هو مين اللي شغلك صحفي؟ قال لك وزير الدفاع اصدر قانون، وزير الدفاع الفريق السيسي وقتها اصدر قانون. قانون؟ في وزير بيصدر قانون؟ انت عبيط، انت عبيط واهلك عارفين انك عبيط.